السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، وأسعد الله صباحكم بكل خير. معكم المعلمة رهف محمد من مدرسة الحمراء الشرقية، حلقة أولى. أولا دعونا نتعرف إلى أسماء تلاميذنا المشاركين. هيا صغاري، عرفونا بأسمائكم الجميلة. هيا صغيرتي. جلال خالد عبد الله. أنتِ. سنين الشحوب. إيتاج فاتن الدين. مواس فتكباش. وسام عمال كاستل. أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم لدينا درس جديد في مادة الرياضيات. أولا سنبدأ درسنا بهذه القصة. هيا لنبدأ. قررت الأم في يوم العطلة صنع البيتزا لأطفالها الأربعة بناء على طلبهم. فرح الأطفال بشدة وانتظروا أن تجهز بفارغ الصبر. ها قد انتهت الأم من صنع البيتزا، إلا أنها انشغلت بصغيرها الرضيع وطلبت من أكبر أطفالها تقطيع البيتزا إلى إخوته. قام الأخ الكبير بتقطيع البيتزا بهذا الشكل. انظروا معي جيدا كيف قطع البيتزا. نظر إخوته إلى قطعة البيتزا باستغراب وقالوا: لم نرضى بهذه القسمة، فهي ليست عادلة. سمعت شجار الأطفال فجاءت بسرعة، نظرت إلى البيتزا وقالت: أنا سأقطع البيتزا لكم. قامت الأم بتقطيع بيتزا بهذا الشكل. انظروا معي جيدا. قبل الأطفال بقسمة الأم وتناولوا قطعهم بفرح. والسؤال: لماذا لم يقبل الأطفال بقسمة أخيهم الكبير؟ من لديه إجابة؟ هيا يا وسام. لأنه قطعها غير متساوية إلى أجزاء غير متساوية. إذن لأنه قطعها إلى أجزاء غير متساوية فهي قسمة ليست عادلة. انظر معي إلى قسمته. هذه قطعة كبيرة وهذه قطعة صغيرة، فالقسمة غير عادلة والأجزاء غير متساوية. بينما قسمة الأم هل هي مقسومة إلى قطع متساوية؟ هي تسوي؟ نعم، مقسومة إلى أجزاء متساوية. أحسنتي، إذا نعم هي مقسومة إلى أجزاء متساوية. عنوان درسنا لليوم: استكشاف الأجزاء المتساوية. كرروا معي: استكشاف الأجزاء المتساوية. استكشاف الأجزاء المتساوية. أولا سنتذكر معا أسماء بعض الأشكال الهندسية. انظروا معي جيدا. ما هو اسم هذا الشكل الهندسي؟ من لديه إجابة؟ هيا يا يوسف. مستطيل. مستطيل. كرر. مستطيل. مستطيل، أحسنت يا بطل. وهذا الشكل ما هو اسمه؟ هيا يا مواس. دائرة. دائرة، أحسنت يا بطل. وهذا الشكل ما هو اسمه يا وسام؟ مثلث. مثلث، أحسنت. وهذا الشكل ما هو اسمه يا تسنيم؟ مربع. مربع، أحسنتي. والآن سوف أقوم بتقديم هذه الأشكال الهندسية إلى عدة أجزاء، وأنتم سوف تقومون بإخباري هل هذه الأشكال مقسومة إلى أجزاء متساوية أم إلى أجزاء غير متساوية. انظروا معي إلى هذا الشكل، هل هو مقسوم إلى أجزاء متساوية؟ هيا يا جنى. إنه مقسوم أجزاء متساوية. أنت نقول نعم، إنه مقسوم إلى أجزاء متساوية. وهل هذا الشكل مقسوم إلى أجزاء متساوية؟ هيا يا ريتاج. نعم، مقسوم إلى أجزاء متساوية. أحسنت، نعم إنه مقسوم إلى أجزاء متساوية. انظروا معي جيدا لهذا المثلث، هل هو مقسوم إلى أجزاء متساوية؟ هيا يا وسام. نعم، مقسوم إلى أجزاء متساوية. أحسنت يا بطل. بقي لدينا هذا الشكل، هل هو مقسوم إلى أجزاء متساوية؟ انظروا معي جيدا. هيا يا يوسف. كلا، إنه مقسوم إلى أجزاء غير متساوية. أحسنتم، إذا هو مقسوم إلى أجزاء غير متساوية. انظروا معي إلى الشكل، إلى الأشكال الآتية. اشر إلى الشكل المطابق للشكل الملون. انظروا معي إلى هذه الأشكال. أولا سنتذكر معا متى نقول عن شكلان هندسيان إنهما شكلان متطابقان. من لديه إجابة؟ هيا يا ريتاج. نقول عن شكلان إنهما متطابقان عندما يكون
نفس الشكل ونفس القياس. أحسنتي، عندما يكون لهما نفس الشكل ونفس القياس. انظروا إلى المثلث الملون هنا، ما هو الشكل المطابق له من هذه الأشكال الثلاث؟ هل هو الشكل الأول أم الثاني أم الثالث؟ من لديه إجابة؟ هي يا تسنيم. الثالث. الثالث، أحسنتي، إذا هو الشكل الثالث المطابق للشكل الملون. انظروا إلى هذا الشكل أيضا، ما هو الشكل المطابق له من بين هذه الأشكال الثلاث؟ هي يوسف. الثالث. الشكل الثالث، الشكل الثالث. الثالث، أحسنت. والآن اكتب عدد الأجزاء المتساوية لكل من الأشكال الآتية. انظروا معي لهذه الدائرة، إلى كم جزء متساوي مقسومة هذه الدائرة؟ هيا يا ريتاج، إلى كم جزء؟ مقسوم إلى 4 أجزاء متساوية. أحسنتي، إنه مقسوم إلى 4 أجزاء متساوية، وهذا الشكل إلى كم جزء مقسوم؟ هيا يا وسام. مقسوم إلى أجزاء. إلى أجزاء متساوية، ولكن كم جزء يا وسام؟ اثنان. اثنان، إذا إنه مقسوم إلى جزئان متساويان. وهذا المربع إلى كم جزء متساوي مقسوم؟ هيا يا مواس. إلى جزئان متساويان. أحسنت يا بطل، إنه مقسوم إلى جزئان متساويان. وهذا الشكل هل هو مقسوم إلى أجزاء متساوية؟ هيا يا جنى. إنه مقسوم أجزاء متساوية. كم جزء متساوي في الشكل يا جنى؟ إنه 4. لا، 3. 3 أجزاء. إذا مقسوم إلى 3 أجزاء متساوية، أحسنتم. والآن اختر الشكل المقسوم إلى أجزاء متساوية. انظروا معي إلى الأشكال الآتية، هل الشكل الأول مقسوم إلى أجزاء متساوية؟ هيا يا ريتاج. كلا. كلا، إنه مقسوم إلى أجزاء غير متساوية. أحسنتي، إذن غير متساويان، إنه مقسوم إلى أجزاء غير متساوية. وهل هذا الشكل مقسوم إلى أجزاء متساوية؟ هيا يا وسام. مقسوم إلى أجزاء متساوية. إذن نعم، هو مقسوم إلى أجزاء متساوية. وهل هذا الشكل مقسوم إلى أجزاء متساوية؟ هيا يا تسنيم. كلا. كلا، مقسوم إلى أجزاء متساوية. غير متساوية، غير متساوية. إذن الشكل الثاني هو الشكل المقسوم إلى أجزاء متساوية. أحسنتم يا أبطالي، والآن نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم. شكرا لكم صغاري.